جانب على الصعيدين الوطني والدولي، وتجر الإشارة في هذا الجانب إلى مشروع قانون تدبير وتسيير المؤسسات السجنية الذي جاء ليعزز المقاربة الحقوقية في التدبير للعمل السجني من خلال تحسين ظروف إعداد وإنتاج الوجبات الغذائية لتستجيب لمعايير النظافة والسلامة الصحية والغذائية. الوطن الملك، وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به رحمة الله تعالى وبركاته. جلالته على إلائه عنايته السامية لقطاع السجون. فسيح جناته مع الشهداء والصادقين وحسن أولئك رفيقا. نحتفل هذا اليوم بكل فخر واعتزاز بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور مختلف شركائنا المحليين من سلطات وهيئات قضائية محلية أمنية عسكرية ومختلف جمعيات المجتمع المدني. خلال هذه المناسبة نقوم باستعراض مختلف البرامج والمخططات التي تم تنفيذها في إطار إصلاح وتطوير قطاع السجون، وكذا الخطط والبرامج المستقبلية التي تعتزم المندوبية العامة تنفيذها. نقوم أيضا خلال هذه المؤسسة بالاحتفاء وتكريم موظفينا وموظفاتنا نظيرة المجهودات الاستثنائية والأعمال الجبارة التي يبذلونها في إطار ممارستهم لمهامهم اليومية بالفضاء السجني. تم هذه السنة تكريم موظف وموظفين متميزين، تم إعطائهم جائزة رمزية بالإضافة إلى تحفيزات مادية وإدارية. تم أيضا تكريم عائلة أحد الموظفين الذي وفته المنية. أيضا أهم ميزة هذه المناسبة هو إنعام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأحيده على أحد الموظفين اللي هو السي عبد اللطيف العمري بوسام استحقاق من الدرجة الممتازة. السلام عليكم. اليوم يحتفي موظف وموظفات السجل المحلي بذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. بهذا اليوم كنبغي نقدم جزيل الشكر لجميع الموظفين والموظفات وعلى رأسهم السيد مدير المؤسسة باختيار الموظفة المتميزة لهذا السنة، وهذا ما هو إلا عرفانا للمجهودات المبذولة، وما كيحفزنا إلا المجهود إلا المزيد من العطاء إن شاء الله وتكون مردودية أكثر. شكرا. بمناسبة ذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 16 ذكرى 16 تم تكريمي بجائزة الموظف المتميز، وبهذه المناسبة كنشكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومدير المؤسسة وجميع رؤساء المصالح وجميع الموظفين والزملاء والأصدقاء ديالي داخل العمل.